بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله بباتي راكو كامل بخير وكامل مهنيين. اليوم راح ندير معاكم صابلي ساهل ماهل، خاصة هكذا البلدية في الغفلة، القهوة تاع الصباح تاع العشية، في يعني ما يشدكمش الوقت بزاف، في دقائق يعني تخدموه وتشربوا به الحليب. نبداو على بركة الله. بسم الله. بالكل شيء ما تنساونيش بجمل فيديو، ابوني للقناة باش تروح البعيد، بارطاجيو هذه الوصفات مع الاصدقاء والاقارب. نبداو بسم الله. هنا في الريسيبيون تاعي حطيت 125 غرام تاع المارغرين ولا الزبدة، حطيت حبيبة تاع البيض، حطيت نص كاس تاع السكر، قرصة تاع الملح. انا هاد الصابلي راح نديرو بدوق كابوتشينو، زدت له هكذايا كيس هذاك تاع نسكافيه قهوة سريعة الذوبان، وزدت لهنايا لاغوم تاع واسمو لافاني، انا ما حبيتش نحط تاع كابوتشينو، ما عنديش يعني تاع القهوة، وحطيت 3 مغارف تاع الزيت. نحكم كامل هاد المكونات ونخلطهم مليح مليح حتى يندمجوا مع بعضهم. لازم نخلطهم لهنايا حتى ترجع لي، خاطرش حطيت المكونات كامل على مرة حتى يرجع لي كريمي. راكو تشوفوا فيه لهنا كيفاش رجع، اي فوا يرجع لي هكذا كريمي. دوك نزيد عليه نص كاس ثاني تاع الكوفري دوق كابوتشينو لهنايا، واللي تحب دير دوق واحد اخر تقدر ثاني تنحي برك القهوه هذا ما كان. ونزيدو لهنايا كيس تاع خميره الحلويات، ونبدا نزيد في الفرينه تاعي. انا حطيت الكاس الاولاني، انا دايما هاد الكميات دي لي زوت كيسان، حطيت الكاس الاولاني والكاس الثاني رحت بالتدريج، حطيته لهنايا في باسوا، ومن بعد خليت منه شويه حتى لميت كاس ونص لهنا حطيت على الفرينه. بديت نلم في العجينه تاعي، روحوا غير بالعقل بالعاني لهنا، ما حبيتش نحطهم الا فوا هكذا باش نتوما تاني تروحوا بالعقل، خاطرش كاين الفرينه اللي تشرب والحبه تاع البيض كانت كبيره راح تشرب لكم كامل هذوك زوج كيسان، وإلا كانت الحبه تاع البيض تاعكم صغيره شويه والفرينه تاعكم تانيك تشرب بزاف ما حاش دير لكم زوج كيسان، حد دير لكم هكذا كاس الا وكاس تاني كاس الا ربع. بعد ما لميت العجينه تاعي راكو تشوفوا في القوام تاعها لازم يكون هكذا يا طري، ماشي طري طري بزاف كيما الصابلي، ما يكونش شاد روحو بزاف، ما يكونش تانيك طري فوق لازم باش ما يطيح لكمش في اسمو في الكوشات تاعكم. هنا كي العاده نطلق الصابلي تاعي بين زوج نلوات ولا زوج اسمو بابي كويسون كيما تحبي لهنايا. بعد ما طلقتها السمك لهنا انا حندير حبيبه على فوا، اللي تحب دير زوج حبيبات على فوا وتلصقهم تانيك بالكونفيتور تقدر، انا حندير حبه على فوا صابلي كيما يديروه في المطاعم عند لي بولونجي. حطيت السمك تاعو هكذاك واحد 4 مليمتر، ودوق لهنايا راح نزيد تانيك، ما حب مانيش حابه نستعمل اليوم طوابع، حابه نقطعو ديريكتومون، يعني صابلي ساهل ماهل في دقائق ديريه. هنايا نسيي نعدلو نديرو كي شغل مستطيل ولا كاري كيما تحبو. لهنايا نعاود نحكم النيلون تاعي، سقمت هذوك الحواف باش يخرجوليش هكذاك مشنتفين وما نحيهمش تانيك، ونعاود نزيد نخدم الخميره، ومن بعد نجوز غير الحلال تاعي هكذا شويه شويه باش نسقمو، ندخل هذوك الحواف داخل العجينه تاعي. وهنا الصوره راهي توضح لكم كل حاجه. بعد ما سقمت كامل هذوك الحواف تاعي دوق لهنا قلت لكم انا مانيش حابه نستعمل واسمهم طوابع تاعي، نحكم اليد تاعي هكذايا ونسي نمرو كامل على هذيك العجينه باش نشوف لكانت كاينه اون بارتي خشينه ولا نسقمها، ويجيني تانيك يعني كما نقولو مسوي كامل كيف كيف. ومن بعد نحكم شويه تاع الما بينسو وندهن الوجه تاعو كامل، كي شغلك كي تدهني بالبيض لهنايا في بلاصه البيض ديري الما، ندهن كامل هذاك الوجه تاعو. ومن بعد نحكم لهنايا تانيك الكوفريط بدوق كابوتشينو، انا استعملت كابوتشينو كل حاجه على فوا، ونبدا هكذا ندردرو كامل على العجينه تاعي. بعد ما ندردر كامل هذاك الكوفريط تاعي دوق لهنا نسيين نحط ونعبز بيدي هكذا نسقمو كامل، حطيت كميه يعني حتى تغطي كامل السطح تاعك،
وما نتا حطي وسيع بزاف هكذا بالعقل باش يدخلك الكفريت فيه، وكي زيد تنتفخ في الفرن راح يشد هذاك الكفريت تاعك. وهنا قلت لكم مانيش حابه نستعمل طوابه باش ما نعاودش العجينه، وكمان كنت مبريسيا وخدمته يعني تمتم لهنايا لضيافه الغفله. حكمت هكذايا الجراره اللي رانا نقطعوا بها سامسا قريوش، حكمتها وقطعت لهنايا مربعات هكذا باش نسهل عليا المهمه ونوجدو تمتم. هنايا المربعات كيما تحبوا تقطعوا واسمو تاعكم القطعه الاولانيه، لازم كي تبداو تقطعوا فيها تقدروا ديروهم صغار تقدروا ديروهم كبار. انا الناس اللي راهم جايين عندي حبوه شويه كبير، على بها درتهم هكذا. وباش ندير الثقب في الوسط هنا تقدروا تستعملوا بوشون تاني تاع قرعه تاع سعيده ولا تاع الماء، تحطوا تاع جو عفوا ولا تاع الماء، وتعبزوا لداخل مليح مليح حتى توصلوا لتحت كامل. كي شغل درتوا الثقب حتى قريب لتحت كامل تقعد شاده غير ترونسبارونت برك شويه. ونبدا دوك لهنا ننفد فيه هنايا باش ما يطيح لكمش هذاك الكوفريت وما تزيدوش تعاودوا يدخل لكم في الثقب كامل. احكموا هذه هاد لاسباتول اللي موالفين نخدموا بها، نرفدوا بها الحنبق واسمها البغري، نخدموا بها عده اشياء. رفدوا بها وحطوا في السنيوه تاعكم فرن شعل على 180 درجه وطيبوهم. كي طيبوا خليتهم لهنا بردوا شويه، حكمت شوكولا هنايا درتها بالحليب، زدت لها مغرف تاع اسمو تاع الزيت. ومن بعد عمرت كامل هذوك الثقب تاوعي وبديت ندير لهنا تانيك دي تخي بها هكذا عشوائيا كي شغل ان غرياج باش تجيني الحلوه تاعي تانيك شابه اكثر واكثر. صدقوني المذاق تاعو يخرج من اروع ما يكون، حلوه سهله خفيفه ظريفه يعني في ثواني برك توجديها لو طون تاع طيابها. هذا مكان مقاديرها اقتصاديه موجوده في كل بيت، تقدري ديريها لهنايا بدوق فاني. قلت لكم تنحوا غير الكيس هذاك تاع قهوه تاع اسمو نسكافيه قهوه سريعه الذوبان، وتزيدوا تانيك تبدلوا الذوق تاع الكوفري تاعكم، ديروه فاني ولا شوكو كيما تحبوا لهنايا يعني الامر يرجع ليكم. وفي الاخير هاي لك النتيجه اللي تحصلنا عليها، صدقوني صابلي خفيف ظريف الضياف الغفله القهوه الصباح قهوه العشيه، ويجيه الشيش ما شاء الله. في البدايه راح يكون يقرمش كي تقسموه كامل، وتانيك قد ما يقعد لكم راح يجيكم مليح. وشوفوا الهشاشه تاعو والبنه تاعو تخرج روعه روعه. نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع نهار اليوم يكون عجبكم. ما بقى لي غير نقول لكم كي العاده دمتم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.